النهارده شاركت في بطولة العرب في مدينة العالمين، والحمد لله بفضل ربنا جبت مركز تاني بميدالية فضة. والماتش الحمد لله كان كويس، ودفعت حلو ولعبت حلو، وان شاء الله المرة الجاية دهب بإذن الله. لا، مدينة العالمين ما شاء الله جميلة جميلة جدا، وان شاء الله تتطور كمان السنين اللي جاية.